السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. مكمل انابوليك برايم برو من انتاج شركة كيفن ليفرون، خط الانتاج بتاعه اسمه بلاك لاين. المكمل ده حضراتكم طلبتوا مني ان اعمل عنه فيديو، وادينا بنعمل الفيديو اهو. فزي ما احنا متعودين بندخل نشوف مكونات المكمل، فوائده واضراره وطريقة استخدامه، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل. مكونات مكمل انابوليك برايم برو، المكونات اللي هنقولها دلوقتي هي بتاعت السكوب الواحد، والسكوب الواحد بوزن 27 جرام. السكوب الواحد فيه 112 سعرة حراري، وفي تقريبا 26 جرام من البروتين، وفيهم تقريبا 2 جرام دهون، وفي تقريبا 1.5 جرام سكر، وفي 117 ملي جرام من الكالسيوم، وفي 106 ملي جرام من الفوسفور. دي تقريبا اهم مكونات مكمل انابوليك برايم برو. المكمل يعتبر مكمل جميل جدا، لان نسبة دهون قليلة، نسبة سعراته الحرارية قليلة، ومعمول علشان الفترة اللي انت عايز تثبت فيها وزنك او الكلام ده كله. ممكن تستخدمه لضخامة العضلات، وهقولك تستخدم ازاي، بس لو انت جايبه اصلا علشان تضخم العضلات ففي منتجات تانية اكبر واحسن في المكونات والبيس دبل اي والكرياتين والكلام ده كله. بس المكمل من اهم ميزة ليه ان هو سعره على قده، وسعره مهاود مش غالي قوي علشان المكونات فيه ضئيلة وقليلة. اول ميزه من ميزه المكمل ده ان هو في نسبه بروتين كويسه جدا جدا، سعراته الحراريه قليله، نسبه الدهون الى حد ما مقبوله. المكمل ده معمول خصيصا علشان يثبت وزنك، يعني الشيب اللي انت وصلت لها او المرحله اللي انت وصلت لها، فهتستخدم مكمل زي كده علشان يثبت وزنك. المكمل ما فيهوش كربوهيدرات، المكمل نسبه الدهون فيه الى حد ما قليله، نسبه البروتين فيه مقبوله جدا جدا. المكمل هيناسبك وانت عام، يعني لسه مخلص الكورس وعايز بروتين يثبتك بقى في الوزن، وتعبت من المصاريف والكلام ده كله، فعايز حاجة على قدها وتظبط معاك الدنيا في نسبة البروتين بتاعتك. فالمكمل اهم فايدة ليه انه مفهوش كربوهيدرات، يعني مفيش انسولين هيرتفع، يعني مفيش دهون هتتخزن، يعني مفيش جوع، هيناسبك جدا وانت عامل دايت. فالمكمل فعلا على قد ما مكوناته قليلة جدا، بس مكمل قوي بمعنى الكلمة في فترة معينة. طب انا كابتن عايز استخدم مكمل زي ده لضخامة العضلات، هقول لك ازاي تستخدمه اخر الفيديو، خليك بس معايا وانا هقول لك اخر الفيديو طريقة الاستخدام بتاعته. من اهم فوائد المكمل ده كمان ان انت لو خدت منه 3 سكوب فانت هتلم نسبة بروتين على مدار اليوم جميلة جدا جدا جدا، وهتلاقي سعرات الحرارية قليلة، وهتلاقي نسبة الدهون مش عالية. اضرار المكمل، المكمل تقريبا ملهوش اي اضرار، محدش اشتكى منه اطلاقا، كل اللي جاب المكمل شكر فيه، وشكر في الاطعمة، وشكر في النتيجة بتاعته، انه مش بيجوع، ما بيرفع لكش الانسولين، وما بيخزن لكش دهون. وحط تحت ده 100 خط، انه مش بيرفع انسولين ومش بيخزن دهون، فدي حاجة جميلة جدا جدا. افضل طريقة لاستخدام المكمل ده هتستخدم منه 3 سكوب. هتستخدم منه سكوب على حليب خالي الدسم مع الفطار، وهتستخدم سكوب بعد التمرين مباشرة على مية، وهتستخدم منه سكوب بعد العشاء او مع العشاء براحتك على حليب خالي الدسم. لو انت بريك من التمرين شيل الجرعة بتاعت التمرين وخليك واحدة الصبح وواحدة بالليل مع الفطار ومع العشاء، مفيش اي مشاكل. ده تقريبا كان كل حاجة عن مكمل انابوليك ماس برو من انتاج شركة البطل العالمي كيفن ليفرون، خط الانتاج اسمه بلاك لاين. ورب اكون فدتكم في الموضوع ده، وما تنساش لو انت على اليوتيوب تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، تقول لي ايه رايك في الفيديو، تقول الفيديو اللي انت عايز تصوره المرة الجاية.